انفاخرت أمة في الشرق قاطبة بمجد مارونا رجحنا الموازين. هذا البيت الشعري من قصيدة للشاعر باخس عساف يترجم الرسالة التي بدأها الياساسين من بلدة حردين والمقيم في أوكرانيا، وكانت مسيرته الإيمانية بدأت بإقامة تمثال لمارمارون أبي الطائفة المارونية في أول كرسي بطريركي مار يوحنا مارون في كفرحي، ثم في مجد المعوش وفي دير مارمارون، حيث بدأ بتحضير التمثال الآتي من أوكرانيا وترميمه ونقله إلى مجد المعوش في تاريخ لم يحدد بعد، على أن يعمل على إقامة تمثال ثالث في مركز البطريركية المارونية في حردين. وإذا تساءلنا لماذا يقوم الياساسين بهذا العمل الجبار، فالجواب هو إيمانه الصلب بلبنان والكنيسة، حتى أنك إذا تعرفت عليه حسبته رجل دين. الدنيا الاغتراب، الإنسان بيتقرب أكثر من تاريخه، من شخصيته الحقيقية، من مين هو ومن وين. ليش مرمرون؟ لأنه اكتشفت أنا ابن كنيسة كتير كبيرة، عندها تاريخ مليان بالإيمان، بالشهادة، بالصلاة، وكان المثل وكان الراعي إذا فينا نقول الأول هو أبينا القديس مارون. نحن اليوم جبنا على لبنان تاني تمثال لمرمرون من أوكرانيا. كان التمثال الأول نحط وتكرس بحضور غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بسنة 2012 بمار يوحنا مارون، الكرسي البطريركي الأول بكفرحي. التمثال الثاني، خليني أحكي شوي عن التمثال الثاني لأنه مرق بمسيرة شوي مش سهلة. هذا التمثال الثاني انعمل 3 مرات. إذا متابعين الأحداث بأوكرانيا بسنة 2014 بلشت بهذا التمثال بطلب من شخص طلبت نفسه الرحمة اليوم، هو أبو مارون، اسمه السيد الياس مرهج من بلدة مجد المعوش. كنا عم نحكي وعم بيقول لي شو كان حلو هالتكريس للتمثال يلي جبته من أوكرانيا، لأنه أولاده هني كانوا الناس يلي اهتموا بشحن التمثال من أوكرانيا. وبيقول لي إلي شو بينقصها مجد المعوش، ما بتربح تمثال لمرمرون وفي دير لمرمرون كتير حلو. ومن وقتها بلشت هالخطوة هايدي بسنة 2014 وبلشنا بعمل التمثال. وللأسف بلشت الحرب بأوكرانيا وبمنطقة دانييسك يلي كنا مبلشين نشيد فيها هالتمثال هذا. وصرنا تقريبا بنص المرحلة نحن عن نعمل التمثال الثاني. للظروف القاسية يلي إلها علاقة بالحرب اضطرينا ننقل لمحل تاني وبلشنا بالتمثال مرة تانية. هلأ نحن عم نشوف التمثال اليوم واقف، بس التاني مرة كنا عم نعمل التمثال كان راكع مرمرون قدام الصليب. تقريبا المرة التانية كان خلص التمثال وكمان اشتدت المعارك أكتر واضطرينا نترك كل شيء. وبهذا المبنى اللي كنا عم نعمل فيه مرمرون تاني مرة بيوقع صاروخ وما بينفجر. والمحاولة الثالثة كانت بالعاصمة بأوكرانيا بكييف، ومثل ما شفتوا اليوم نشكر الله خلص التمثال بفترة كتير قصيرة، وكمان الشباب هني تطوعوا وحطوا كل تقلون ووصلنا التمثال على لبنان. بس من بعد مرحلة الشحن صار في شوية تصدعات بالتمثال، وحبيت بما أنه أنا هون بالصيف نعمل إعادة ترميم لألو. وسائبت بحردين بالضيعة يلي خلقت فيها ويلي بحبها، لأنه جاي شوي برتاح بالصيف وقلت أنه بكون قريب على البيت ومنرممه للتمثال ومنرجع لوقت ما الكنيسة بتقرر تاريخ تكريس وتتشين تمثال مرمرون بمجد المعوش. وهذا الإيمان نابع من محبته لبيئته والإنسان وغيرته على كنيسته، كما يقول المثل هو ابن البيئة. والأهمية اليوم هي مش
انه عم نجيب تماثيل نحن من اوكرانيا انه هيك عبثا، او نحن اهتمامنا بالحجر او بالتمثال، لا. نحن اول ما بلش هالنبض وقلت انا ما رح اجي على لبنان بال 2011 الا ما اكون عم بقول انا ابن الكنيسه وابن هالوطن. ما بدنا نروح لميلة انه للموضة الدارجة تماثيل، لا، نحن عم نحاول نفسر ونقنع ذاتنا بالشك يلي موجود فينا وخصوصي ببلاد الغربة، ونلغي الشك هذا إذا بدك أقول ما نشكك أبداً إنه هويتنا هي مارونية. الرابط الروحي هو أقوى بكتير، بس نحن عم نحاول نكرم، عم نحاول نعبر بهالطريقة هيدي. إن شاء الله يمكن مع الوقت نصير نتخطى يمكن مرحلة التمثال ونصير نكون نشبه أبينا مارون أكتر بأعمالنا وبطريقة عيشه وبطريقة، يعني يمكن هو عم بيدرجنا بمدرسته شوي شوي. نحن منشكر الله أنه عم نهتم بهذا الموضوع، بس مش ما همنا الأساسي نكتر حجار، همنا الأساسي نقول أنه نحن مع كنيستنا متواصلين. هيدي الشلوش ما لازم أبداً نخلي حدا يمس فيها، لا الغربة ولا الظروف ولا المسافات. وليس غريباً أن يتأقلم الياساسيين مع طبيعة حردين، معقل المارونية الصلبة، حيث ربي وعاش وشارك وراء الصوامع والمغاورة والمحابس المعلقة، فتأثر بمارونيته وحمل شعلتها إلى دنيا الاغتراب، ونشر رسالة الإيمان كونه ابن هذه الأرض التي أعطت الأبطال والقديسين.